الشاب الملقب بلاري صاحب حملة هذه ليست قمامتي لكنه وطني، تعرض إلى الاعتقال والضرب من قبل الاستخبارات أثناء حملته في إحدى شوارع المحافظة. السبب كما يقول بأنه رسم صورة للشاعر عريان السيد خلف، حيث كانت مشابهة إلى صدام حسين واتهامه بأنه ممول من قبل حزب البعث. طبعا احنا فريق تطوعي نشتغل تطوع بدون اي مقابل بشارع مهمول بناصرية، فقررنا ان نسوي حملة الشارع الأورزدي باعتبار شارع تراثي بالناصرية، واخذنا موافقات واستحصلناها من موافقات رسمية ان نعمل بهذا المكان. فتفاجئنا بوجود يعني داهمونا جهاز العفو الاستخبارات واعتقلوني بطريقة مهينة وغير مهنية بدون اي مذكرة القاء قبض او استدعاء، وخذوني مو القاضي حقق وياي، لا مدير الاستخبارات بنفسه. شنو سبب الاعتقال؟ سبب الاعتقال لان رسمنا صوره الى عريان سيد خلف، تمثال عريان سيد خلف مو صورته هو، فاجوا انه على اساس راسمين صدام حسين، والتهمه كانت انه دعمكم ممولين من حزب البعث. بعدها من دخلت للدارة هددوني، خوفوني، شتموني، دارة استخبارات ايقار هددوني، نكسر ظهرك، ما ادري شيني، ضربوني راشديات، دخلوني بغرفه ظلمه، رعب، قلق، غمضوا عيوني مثل المجرمين هاي على ركبي، خذوا لي صور، جيبوا الفلقه، ودوا الفلقه، يخافون بي، يهددوني بعائلتي، نجيب ابوك، نجيب اخوانك. بعد المناشدات والضجه الحاصله على مواقع التواصل الاجتماعي باطلاق سراحه، تم الإفراج عنه وتوقيعه على تعهد بعدم العمل مرة أخرى في هذه الحملة، حيث توجه لاري إلى القضاء لإنصافه من الظلم الذي تعرض له. ان التهمه انه ممولين من حزب البعث وتروجون لحزب البعث بسبب رسمه الى عريان، هي يقولون على هم يقول يعني يقولون انه هي صدام، واحنا رسميه العريان سيد خلف. طبعا صورة تشبه انه صدام. واحنا كاتبين انه الشاعر عريان السيد خلف اكبر من الصوره كاتبيها، ف يعني شيء مو مقنع اعتبار مسؤولين الحمله، فقالوا انت تشيل القضيه كلها اربع ارهاب لان هي هاي تجريم البعث، ما عارفين هي هو هذا الحزب محظور بالعراق. فبعد قبل اطلع وقعوني على تعهد، يمكن ورقتين، تعهد هذا بانه بعد ما ارسم ولا اسوي حملات ثانيه، كضوا ايدي شبه القوه وبصماني، تمام؟ وبعد يعني تهديدات هاي وقعت، يلا طلعت. حاليا هسه انا متوقف وانتهت مسيرتي بسبب انه وقعنا على تعهد، ما اقدر اسوي اي حملات ثانيه. حاليا راح اتوجه الى الاتجاه القانوني، اشتكي على الجهات اللي قامت بهذا العمل، وكذلك اناشد الجهات المختصه بان تحقق وتشوف بالموضوع هذا من وراه، من سوى هذا الشيء، واذا احنا غلطانين احنا نعتذر، واذا انتم غلطانين انتم تعتذرون الي وال اصغر واحد وياي بالحمله، لان تعرضوا للقلق وخوف وما اجوا للحمله بعد، لان عبالهم هم راح يعتقلون. يبقى القضاء فيصل في ذلك، وعلى الجهات المعنيه مراجعه حساباتها اذا ثبت تقصيرها، ويبقى حق الرد مكفول للجهات التي ورد اسمها في هذا التقرير. من ذي قار علي الهادي، قناه الرشيد الفضائيه.